السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الطلبة الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في سلسلة محاضرات اللافقاليات، وهي المحاضرات الموجهة إلى المرحلة الثانية، قسم علوم الحياة، الدراستين الصباحية والمسائية. أهلا وسهلا بكم في محاضرة البليتي هلمنثس الديدان المسطحة، معكم الأستاذ المساعد الدكتور حارس سعيد جعفر. هلمنثس الديدان المسطحة، لماذا سميت هذه الديدان بالديدان المسطحة؟ سميت هذه الديدان بالديدان المسطحة لأنها مضغوطة من الجهة الظهرية البطنية dorso ventrally flattened، والاسم مشتق من الكلمة الإغريقية بليتي والتي تعني flat مسطح، أما كلمة هلمنث فتعني warm ديدان. هذه هي الشعبة الحيوانية، تحتوي على أكثر من 13,000 نوع، منها ما يكون حر المعيشة free living، ومنها ما هو طفيلي parasitic أنواعها، أما أن تكون حرة المعيشة أو أن تكون طفيلية. كما هو معتاد سنبدأ بالصفات العامة لهذه الشعبة الحيوانية characteristics of phylum Platy helminthus. هذه الحيوانات تمتاز بأن لها ثلاث طبقات جرثومية three germ layers، لذلك فهي ثلاثية الطبقات الجرثومية triploblastic animal. triploblastic animal أي إن لها طبقة الإكتوديرم وطبقة الإندوديرم وبينهما طبقة الميزوديرم، فلذلك هي ثلاثية الطبقات الجرثومية triploblastic animal. وكما تلاحظون أيضا أن تناظرها تناظرا جانبيا bilateral symmetry، أي أن الحيوان يمكن أن يقسم إلى قسمين متشابهين متناظرين. هذه الحيوانات تختلف عن الحيوانات السابقة في كون أن لها نوع واحد من التناظر، وهو التناظر الجانبي bilateral symmetry. فإذا هذه الحيوانات ثلاثية الطبقات الجرثومية وتناظرها تناظرا جانبيا. هذه الحيوانات تمتاز بأنها flattened dorso ventral، يعني مسطحة من الجهة الظاهرية البطنية كما هو ملاحظ في الصور. لذلك كما أسلفنا هذه الحيوانات تسمى بالديدان المسطحة. الإبيديرمس طبقة البشرة هي عبارة عن طبقة خلوية أو مدمج خلوي، ويشير مصطلح المدمج الخلوي إلى الخلايا متعددة النوى التي تنتج من انقسامات نووية متعددة من غير أن يرافقها انقسام للسيتوبلازم، ولذلك فإنه ينتج من تجمع الخلايا وتكتلها المتبوع بتحلل الأغشية الخلايا داخل الكتلة الحيوية، فلذلك هذا المصطلح هو مصطلح المدمج الخلوي. فإذا هي أما أن تكون بشكل خلوية بشكل خلايا واضحة، وأن تكون عبارة عن مدمج خلوي ناتج من انقسامات نووية متعددة من غير أن يرافقها انقسام في السيتوبلازم. هذه الحيوانات لها نظام عضلي بشكل أساسي يكون بشكل غمد، وهو ذو أصل من الميزوديرم، يعني ينشأ من طبقة الميزوديرم. طبقات يتألف هذا الجهاز العضلي من طبقات من الألياف الدائرية والطولية والمائلة، عبارة عن طبقات من الألياف الدائرية circular واللونجيتودينال، وفي بعض الأحيان تكون مائلة والتي تكون تحت البشرة هذه الطبقات مباشرة. إذا الجهاز العضلي لهذه الحيوانات يكون على شكل غمد شيث، والذي يكون أصله ميزودرمي المنشأ من أصل الأديم المتوسط، يتألف من طبقات من الألياف الدائرية circular أو longitudinal أو من الألياف الطولية، وفي بعض الأحيان يكون من الألياف المائلة،
والتي توجد تحت طبقة البشرة. المهمة جدا لهذه الديدان هي أنها لا تحتوي على جوف جسمي غير جوف الأمعاء، ليس لها cavity أو ليس لها body space other than digestive tube، فلذلك هي تسمى بالأسوليميت أي عديمة الجوف الجسمي. أكرر، ليس للديدان المسطحة تجويف جسمي فهي أسوليميت، أما الفراغ الكائن بين جدار الجسم والأعضاء الداخلية فيكون مملوءا بنسيج بارنكيمي، يكون مملوء بالبارنكايما، واضح؟ أما الجهاز الهضمي digestive system فيكون هذا الجهاز الهضمي غير مكتمل غير كامل incomplete digestive system، ليش؟ لأن نهايته لا تحتوي على فتحة المخرج، وفي بعض الأحيان يكون هذا digestive system يكون مفقودا، فأما أن يكون incomplete أو مفقود. النيرفس سيستم consist of pair of anterior ganglia، الجهاز العصبي يتكون من زوج من العقد العصبية الأمامية التي تكون مرتبطة بالحبال العصبية الطولية التي تكون مرتبطة بأعصاب مستعرضة. تحتوي هذه الحيوانات على simple sense organs، على أعضاء حس بسيطة مثل الآي سبوت، البقعة العينية في بعض الحيوانات التابعة لهذه الشعبة. إذن حضراتكم تقدرون تلاحظون مقدار التطور الذي حصل في هذه الحيوانات مقارنة بالحيوانات السابقة الذكر. جهاز عصبي يتكون من زوج من العقد العصبية ويحتوي على حبال عصبية ويحتوي على أعصاب مستعرضة، هذا أولا. واثنين، هنالك simple sense organ، هنالك أعضاء حس واضحة مثل الآي سبوت. الجهاز الإخراجي في هذه الحيوانات تكون مكونة من اثنان من القنوات الجانبية التي تحتوي على ما يسمى بالفليم سيل، بالخلايا اللهبية. إذن في الديدان المسطحة هنالك نوع خاص من الخلايا الإبرازية، يعرف أو تعرف هذه الخلايا بالخلايا اللهبية، وهي الوحدات الأساسية التي تكون الجهاز الإبرازي أو الإخراجي في هذه الحيوانات. الريسبيراتوري circulatory skeleton system غير موجود، يعني هنا لا تحتوي هذه الحيوانات على أجهزة خاصة بالتنفس أو الدوران أو كجهاز هيكلي. التناسلي في معظم هذه الحيوانات تكون مونيشيس، يعني أحادي المسكن، أي إنها حيوانات خنثية، أي أن الجهاز التناسلي الذكري والأنثوي يكون موجودا في نفس الحيوان. إذا تلاحظون حضراتكم في هذه الصورة هنالك التستس والأوفري في نفس الكائن الحي. الجهاز التناسلي في هذه الحيوانات يكون معقدا مقارنة بالحيوانات السابقة. الشعب الحيوانية تقسم إلى عدة أصناف، إلى عدة أصناف، إلى different classes، اللي هي تربلاريا، موناجينيا، تريماتودا، and سيستودا. فقط التربلاريا هي free living animal، حرة المعيشة. أما الحيوانات التابعة لأصناف موناجينيا، تريماتودا، سيستودا فهي parasitic، فهي حيوانات طفيلية. لذلك سنهتم بدراستنا في هذا الفصل الدراسي في هذا السمستر على التربلاريا فقط، على صنف المعكرات كونها فري ليفينج كلاس. اما الكلاسات الاخرى، الكلاسز الاخرى فهي موناجينيا، تريماتودا، سيستودا، فهي طفيليه، ولن نسلط الضوء عليها في هذا السمستر، واضح؟ مثال التربلاريا هو حيوان البلاناريا والذي سنكمل عليه المحاضرة لهذا اليوم.
البلاناريا هو حيوان متطاول elongated وهو ثنائي التناظر bilateral symmetry، وهو مضغوط من الجهة الظهرية البطنية أسوة بأفراد البليتيه المنثس. هذا الحيوان طوله 2 إلى 15 مليم، ورأسه يكون triangular مثلث الشكل، أوكي، ويحتوي على أوريكلز، على تراكيب تشبه الأذينات. إذا حضراتكم تشوفوها، رأس مثلث الشكل حاوي على تراكيب تشبه الأذينات أوريكلز، ويحتوي على زوج من العيون، يحتوي على two eyes، على زوج من العيون. الدايجستيف سيستم يتكون من الفم والخطم بروبوسز، ويحتوي أيضا على الفارنكس، على البلعوم، ويحتوي ايضا على برانشت انتستاين، على انتستاين، على امعاء متفرعه. اذا تلاحظون حضراتكم، هذه المؤشر بالسهم هو فتحه الفم، الاوبننج اوف اوبننج اوف ماوث، التي لا تقع في مقدمه الجسم وانما في منتصف الجسم، اوكي. لا يحتوي على هذا الحيوان، فتحة الفم تكون في منتصف الجسم المؤشر عليها، ولا تقع في مقدمة الجسم. الأمعاء تكون متفرعة، الفم تكون موجودة على السطح البطني بعد منتصف جسم الدودة مباشرة، أوكي؟ تمتاز أمعاؤها بأنها متفرعة إلى ثلاثة فروع، وهي three branches، وهي الأنتيريور المؤشر باللون الأحمر، فرع أمامي، وفرعان خلفيان المؤشران باللون الأسود. الجينيتال بور تقع قرب فتحة الفم، يعني فتحة التناسلية تقع بالقرب little posterior إلى الخلف قليلا من فتحة الفم. يعني في البلاناريا، eyes in البلاناريا، العيون في البلاناريا هي عبارة عن بقعتين داكنتين دائريتين تقعان على السطح الظهري للرأس، تقع on the dorsal surface of the head. تحتوي العين على شكل كوبي يتكون cup of pigment cell، مثل ما تلاحظون حضراتكم، وهو مفتوح باتجاه الأعلى، مفتوح باتجاه الأعلى. هنالك امتدادات من هذه pigment cup، وهي عبارة عن retinal cells. هذه الخلايا هي عبارة عن خلايا عصبية ثنائية القطب bipolar nerve cell، والتي تمتد وهي ذات نهايات داخلية ممتدة، وأطراف خارجية تتصل بالدماغ. هنا مثل ما تلاحظون حضراتكم، العين في هذه الحيوانات تمثل نقطة تحول في عالم الحيوانات اللافقارية، ومثل ما تلاحظون حضراتكم، الجهاز العصبي جيد التكوين، وجهاز الحسي أيضا واضح، ويحتوي على هذه العيون البسيطة، ولكنها تحوي على تراكيب تمثل بداية تكوين العيون في الحيوانات بشكل عام. لذلك البلاناريا تعتبر من الحيوانات الغاية في الأهمية في عالم اللافقاريات، لأنها تمثل نموذجا مهما في التحول الذي طرأ على اللافقاريات في كمرحلة انتقالية بين الكائنات البسيطة جدا من ناحية التحول العصبي والحيوانات الأكثر رقيا. العيون قادرة على العيون في البلاناريا قادرة على التمييز الدقيق لاتجاه الضوء. شلون؟ كيف يعمل هذا الكاب على يعمل هذا البيجمنت كاب على كدرع كشيلد
ويمكن للضوء أن يدخل فقط من خلال فتحات معينة أو فتحة لتحفيز الأطراف الممتدة الحساسة للضوء لخلايا شبكية العين، وبالتالي يمكن للحيوان اكتشاف اتجاه الضوء. البادي وول في حيوان البلاناريا، جدار الجسم في حيوان البلاناريا يكون مكونا من طبقة خارجية تسمى بالإبيديرمس، وطبقة داخلية هي طبقة العضلات inner muscle layers، طبقة العضلات الداخلية. كلا هاتين الطبقتين both of these layers are separated by basement membrane، هي مفصولة عن بعضها البعض بواسطة طبقة من الغشاء القاعدي يسمى بالبيزمنت ممبرين. هنالك فراغ بين المسل لاير والإليمنتري كانال، هنالك فراغ بين المسل لاير اند إليمنتري كانال وبين القناة الهضمية. هذا الفراغ، هذا السبيس، هذا السوليوم يكون، هذا الفراغ يكون مملوء ب special type of tissue called mesenchyma or parenchyma. فعندما يكون هذا السوليوم مملوء بنسيج خاص، بنسيج متخصص هو الميزينكايما او البارينكايما، فلذلك لا يوجد هذا الفراغ. No sodium or body cavity is found in it. إذن هي أسلوميت، إذن هي عديمة الجوف الجسمي. لماذا تعتبر البلاناريا وكل البليتي هالمنثس أسلوميت؟ وذلك لأن الفراغ بين الطبقة العضلية وبين القناة الهضمية يكون مملوءا بطبقة تسمى بالميزينكايما، بنسيج خاص يسمى بالميزينكايما والبارينكايما، لذا فهي there is no body cavity, it is acellulite. الطبقة الأولى هي طبقة البشرة. طبقة البشرة هي الطبقة الأولى من البادي وول، وهي طبقة سمكها خلي من يعني طبقة واحدة من الخلايا single cell layer thick، وهي تتكون من خلايا طلائية مكعبة. ما نوع الخلايا المكونة للبشرة؟ هي خلايا طلائية مكعبة cuboidal epithelial cell. هذه البشرة عادة ما تكون في معظم أنواع البلاناريا تكون مهدبة ciliated، وهذه الخلايا بين خلايا البشرة توجد خلايا حسية. هذه الخلايا الحسية هي تنتشر بين خلايا البشرة بالإضافة إلى وجود جلاند سيل أو ميوكس سيل، ميوكس جلاند سيل، وهي خلايا غدية مخاطية توجد في مناطق معينة. هذه الخلايا الغدية، هذه الجلاند سيل، ما وظيفة الجلاند سيل هنا في طبقة البشرة في البلاناريا؟ هي خلايا تقوم بإفراز مادة مخاطية تساعد في اللوكوموشن، تساعد في عملية الحركة في هذه الحيوانات أو بين خلايا البشرة. هنالك عصيات شفافة hyaline rods تسمى rhabdoids، تسمى بالrhabdoids، وهي عبارة عن تراكيب عصوية تفرز من الrhabdoid gland cell التي توجد في الميزينكايما. يعني هي صحيح توجد في البشرة هذه الrhabdoids، ولكنها لا تفرز من قبل خلايا البشرة، وإنما تفرز من قبل جلاند سيل والتي عادة ما توجد في الميزينكايما. هذه الrhabdoids، هذه التراكيب العصوية توجد في الجهة الظهرية في الدورسال سايد أكثر منها في الجهة البطنية. They are more abundant on the dorsal than the ventral side. يعني توجد أكثر يعني انتشارا، تكون أكثر انتشارا في الجهة الظهرية منها في الجهة البطنية. Rhabdoids تفرز من قبل الرابدايت جلاند سيل مثل ما قلنا، وهي تهاجر إلى خلايا البشرة حيث تستقر هناك. أوكي، تستقر في البشرة كما أسلفنا.
وظائف هذه الربدايز غير معروفة، ولكنها يعتقد بأنها تقوم بتكوين سلايمي سبستنس، مادة لزجة. هذه المادة اللزجة تفرز إلى الخارج، ويعتقد بأنها لها وظيفة وقائية protective، ويمكن لها أن تقوم بعملية اصطياد living food، obtaining living food، لها دور في الحصول على living food. الثاني من طب من البادي وول هو البيزمنت ممبرين، الغشاء القاعدي المؤشر باللون الأصفر في الصورة التي أمامكم. هذا البيزمنت ممبرين يمكن أن يكون الحد الفاصل بين الإبيديرمس، بين البشرة وبين الطبقة التي تلي البشرة، وهي المصل لير، الطبقة العضلية. إذن البيزمنت ممبرين يشكل الحد الفاصل بين طبقة البشرة والطبقة التي تليها، وهي طبقة العضلات. هذا البيزمنت ممبرين يساعد في الحفاظ على الشكل العام لجسم البلاناريا. الثالث من البادي وول هو المسل لاير، هو الطبقة العضلية. الجزء الثالث هو الطبقة العضلية. هذه الطبقة العضلية هي عبارة عن خلايا، أو تحتوي على خلايا عضلية ممدودة elongated، متطاولة وcontractile، ومتقلصة. تتميز هذه الطبقة العضلية إلى طبقة خارجية من العضلات الدائرية outer layer of circular muscle، وطبقة وسطى من العضلات القطرية diagonal، وطبقة داخلية من العضلات الطولية inner layer of longitudinal muscle. أوكي، هذه الطبقة من العضلات الطولية تقع في الجانب البطني، أو تكون أكثر تطورا في الجانب البطني، وتمتد العضلات الظهرية البطنية عبر الجسم بين الأسطح الظهرية وبين الأسطح البطنية. الطبقة الرابعة هي طبقة البارينكايما أو الميزينكايما، وهو A special type of connective tissue of mesodermal origin، وهي عبارة عن نسيج خاص رابط ذو أصل ميزودرمي. أوكي، هذا هو وصف البارينكايما. هذا البارينكايما ما هي وظيفته؟ وظيفته أنه يملأ الفراغ اللي موجود بين الانترنال أورجنز، بين الأعضاء الداخلية وبين البادي وول، وهو عبارة عن net like syncytium، هو عبارة عن شبكة من مدمج خلوي يحتوي على أنوية. وظيفته أيضا هذا الميزينكايما سيل يقوم بنقل digested food and excretory waste، يقوم بنقل الفضلات والمواد الغذائية، عبره يتم انتقال المواد الغذائية و الwaste material، الexcretory wastes material. الجهاز الهضمي digestive system، تعد الديدان المسطحة flat worm هي أولى الحيوانات في المملكة الحيوانية التي أظهرت elementary canal، التي تظهر فيها قناة هضمية. في كل الشعب الحيوانية سابقة الذكر لا توجد قناة هضمية، وإنما القناة الهضمية بدأت في الظهور في هذه الحيوانات، وهي النقطة الأولى المهمة والجديرة بالاهتمام. القناة الهضمية هي في هذه الحيوانات هي قناة غير كاملة incomplete. لماذا؟ لأن الأنس، فتحة المخرج، غير موجودة، يعني تنتهي بنهاية مسدودة. القناة الهضمية في هذه الحيوانات موجودة ولكنها incomplete، لأنها تنتهي بنهاية مسدودة. القناة الهضمية في هذه الحيوانات تتكون من الفم mouth pharynx intestine. الهضم digestion في هذه الحيوانات هو خليط من extracellular خارج خلوي وانتراسيلولر داخل خلوي.
المزينكايما كما أسلفنا تقوم بوظيفة توزيع المواد الغذائية. الجوفينيشن في حيوانات البلنارية هي من الظواهر المهمة جدا، حيث تستطيع هذه الحيوانات أن تقاوم الجوع، أوكي؟ تقاوم نقص الغذاء ولفترات طويلة جدا. ولكن كيف تستطيع ذلك؟ تستطيع ذلك في حال عدم توفر الغذاء، تستطيع ذلك بالحصول على المواد الغذائية من خلال إذابتها dissolving لأجهزتها التكاثرية، للبارينكايما الخاصة بها، للعضلات اللي موجودة في جسمها، وبالتالي سيصغر حجمها. وعندئذ تستطيع فيما بعد عند توفر الغذاء تستطيع تعويض الميسينج بارت، تستطيع تعويض الأجزاء المفقودة نتيجة هضمها بواسطة عملية الريجينيريشن عند توفر الغذاء. في البلاناريا لا وجود للريسبيراتوري سيستم، there are no respiratory organ، ليس هنالك أعضاء تنفسية. التبادل الغازي يحدث عن طريق البادي سيرفيس من خلال ميكانيزم تعرف بالديفيوجن، بعملية الانتشار. الإكسكريتوري سيستم يتكون من إكسكريتوري تيوبيولز، يتكون من إكسكريتوري تيوبيولز، من نبيبات إخراجية، والتي تحتوي هذه النبيبات الإخراجية تحتوي على many excretory cells، على عدة خلايا تسمى بالخلايا اللهبية أو تسمى بالبروتونفريدية. الفليم سيل هي عبارة عن خلايا ذات نواة، تحتوي على نواة nucleated، ولها العديد من الزوائد البروتوبلازمية التي تصل إلى الميزينكايم. الفليم سيل لها فراغ داخل خلوي intracellular space، والذي يتصل به الكابيلاري. هذا السبيس يحتوي على فلاجيلا، والذي يتحرك، له أصوات أو أهداب تتحرك وكأنه لهب الشمعة، حركته تشبه لهب الشمعة flickering candle flame، لذلك تسمى بالفليم سيل. لذلك تسمى، جاءت التسمية من خلال الأصوات أو الأهداب التي توجد في الانتراسيلولار سبيس، وحركتها التي تشبه لهب الشمعة أعطتها هذه التسمية. الجهاز العصبي في هذه الحيوانات يمثل النوع البدائي من النيرفس سيستم، السنترالايزد نيرفس سيستم، الشبيه بالحيوانات الراقية. فهو يحتوي على برين ونيرف كورد وبريفيرال نيرفز، يحتوي على الدماغ، ويحتوي على الحبال العصبية، كما يحتوي على الأعصاب المحيطية أيضا، وهو بذلك يمثل نوعا بدائيا من أنواع النيرفس سيستم للكائنات، أو يحاكي الكائنات الراقية ولكنه بشكل بدائي. التكاثر في حيوانات البلانارية يكون على نوعين، تكاثرا لا جنسيا asexual reproduction، والتكاثر الجنسي sexual reproduction. التكاثر اللا جنسي يحدث بالانشطار fission، حيث ينقسم الحيوان إلى قسمين، ينمو كل منهما إلى حيوان جديد، ينمو كل منهما إلى حيوان جديد، حيث يحدث الانشطار عندما يبلغ الحيوان أقصى حجم له، أوكي؟ وتتقدم المنطقة الأمامية، بحيث ينفجر الحيوان أو ينقسم الحيوان إلى قسمين خلف البلعوم. إذا الانشطار يحدث في هذه الحيوانات عندما يصل الحيوان إلى أقصى حجم له its maximum size، وينقسم إلى بالانشطار إلى قسمين، ينمو كل منهما إلى حيوان جديد. التكاثر
الجنسي في حيوانات البلانارية sexual reproduction in planaria. طبعا لابد من أن نذكر أن الريبرودكتيف أورجان في هذه الحيوانات هي أعضاء مؤقتة temporary، حيث تتكون أو تتشكل هذه الأعضاء التناسلية فقط في البريدينج سيزن خلال موسم التكاثر، بعد ذلك تضمحل أوكي ديجنريت، ويصبح الحيوان بسلالة لا جنسية ويتكاثر بالانشطار حتى أوائل الصيف التالي، ومن ثم يبدأ بتطوير السلالة الجنسية، يعني تظهر الأعضاء الخنثية اللي هي إذا مثل ما تلاحظون حضراتكم المبايض والخصى، وتتكاثر جنسيا في كل عام، واضح؟ في بداية الصيف أوكي من العام التالي وهكذا. إذن هنا الحيوان يمتاز، هذا الحيوان طبعا هنا بأنه خنثي، بأنه التكاثر فيه يكون يعني نفس الحيوان يحتوي على الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثية، ولكن الإخصاب يكون متبادلا cross fertilization، حيث تقوم دودتان بإخصاب إحداهما الأخرى وبالعكس، يعني هناك ما يسمى بالcross fertilization في هذه الحيوانات. في هذه الحيوانات أيضا سائد ومعروف، وهو قدرة الحيوان على تعويض الأجزاء المفقودة من جسمه بشكل أوتوماتيك، بشكل ذاتي، يعني عندما مثلا يفقد الحيوان بعض أجزائه، بعض أعضائه نتيجة لاستهلاك أعضائه الداخلية، كما أسلفنا في عملية الجوع في قبل سلايدين أو ثلاث سلايدات عندما تحدثنا على الريجوفينيشن في عملية الجوع، فإنه يفقد تقريبا ثلثي حجمه في غضون أشهر معدودات. أوكي، من يتوفر الغذاء يقوم الحيوان باسترجاع أعضائه المفقودة بين قوسين المهضومة بطريقة الريجنريشن. إذن الريجنريشن هو عملية تعويض الأجزاء المفقودة أو الأعضاء المفقودة بشكل ذاتي، وهي قدرة مهمة تمتاز بها هذه الحيوانات من أجل الحفاظ على النوع، واضح؟ ومثل ما شفنا إحنا في شعب حيوانية سابقة، يعني هي ليست حكرا على البلاناريا والبليتي المنفس، وإنما توجد أيضا في شعب حيوانية سابقة هي ظاهرة تعويض الأجزاء المفقودة، وهي من الظواهر المهمة في عالم الحيوان، وتمثل قدرة كبيرة ومهمة للحفاظ على النوع.